السلام عليكم. في الفيديو هذا نشوفو كيفاش غنشوف واحد بريز دو كورون ديال 380 هو البريز داك كما كيقولو مال كاين فيميل وكاين مال. هذا مال شاف الفيميل يعني الفيميل غيكون فيها نفس التقابل اللي غيتخشيو هنا. غتكون مثلا هنايا فاز هنايا فاز هنايا فاز L1 L2 L3 هنايا N غتلقاو وراه هاد النوتر هذا ميزا لا تير. غنعاود عاوتاني فاز 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 L1 L2 L3 N نوتر لا تير. تير هو هاد البورن هذا كبير هو لا تير. هذا هو الخيوط ديالو عمري في السنة. هذا رقم ميل باش نبين لكم انا الخيط الاول الفاز الاول الان الفاز الثاني قهوة الدو قهوة الدو صفر التروا خيوط خصهم يكونوا غلاط ديال 340 بحال هكا 4x6 النوتر هو الزرق هو النوتر ان بحال النوتر هو النوتر الزرق. لاطير هذا هو الخيط ديال لاطير هو هذا يكون فيه الخضر الخضر الصفر جوني فير هذا هو ديال لاطير الخيط ديال لاطير. عندنا لاطير هذا هو الثاني. عندنا النوتر فاز ال ان فاز ال2 فاز ال3 يعني هنا عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة خيوطة فاز 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 نصر لطير. دونك هذا هو بريز ديال 380 دابا نخشي فيميل تاهي غيكونو فيها يكونوا في هنايا خمسة تقابل فهمي بريز. دونك هذا هو بريز فهمي مال دي 380. السلام عليكم ورحمة الله. دونك هذا هو بريز دوكو هنا واحد جوج فيسات هنايا نحلهم نمشي فيهم خيوطة هما الفيسات. هذا فوميل هذا مال فوميل غتلقاو فيها التقابي بحال هكا غتلقاو فيها مثلا غتلقاو بريز فيه مثلا تقبا هنا ديال الفيزان ثلاثة هادو غتلقاو ديال النوتر غتلقاو ديال لاطير غتخشو بحال هكا. دونك هذا هو بريز ديال 380 مثلا شي ماشين بحال هذا كتخشي في البريز ديال 380. السلام عليكم ورحمة الله.